انت وينك؟ طلعتيني روحي. يلا سميرة. يعني والله مو ناقص غير قول للدكتورة جوزك عم بيعطلني عن شغلي وبيجي قدامك وبيقول اني ما عم لحق. وانا بقول مو صحيح هالكلام. بقول لاني ما تجاوبت معها وصديتها وهي عم تغازلني، عم تقول هيك. ايوه اي، وانا بجيبها على المرسم منكش للوحة وخليها تشوفها وبسكت. يا لطيف ما اقواكي، والله ماني قدك. اي لكن شو مفكر؟ صحيح شو الموضوع اللي كان بدك تقول لي اياه وقلت لي بنحكي فيه بعدين؟ لا لا، بعد التهديدات واللي عم تقوليه مستحيل اقول لك. الله يوفقك. قول كرمالي. كم بدي احكي لك انه بدي غير هذا المرسم، مرسم صغير وفعلا ماني اخذ راحتي فيه، فبدي انقل. ايه اي، يعني شفت مرسم هيك بالمزه جنينه وواسع ولذيذ ومريح، قلت بنقول لهونيك. ايه طيب، يعني انا شو دخلني؟ سميرة شو دخلك؟ لك انت اللي دخلك، كأنا اخذ المرسم الجديد اصلا مشانك. ما كنا عم نقول انه بدنا نجيب وحده تساعدك مشان ترتاحي وتروحي بقى نكمل هالرسمه على خير؟ يا الله، يعني مطولة هاللوحه لتخلص؟ مليتي؟ بصراحه لا، بس يعني ناطف قلبي على ما اشوفها بس تخلص، يعني كيف رح تطلع؟ لكن خلص، خلينا نجيب وحده تساعدك مشان تخلصي شغلك على بكير وتروحي على المرسم ونخلص اللوحه. والله ما بعرف، يعني القصه بدها شويه تفكير، يعني ما بعرف اذا انا بلحق روح على المرسم وخلص شغلي هون. ما في اذا خلص مثل ما بدك. نزلي لي ايدك. ايوه طلعيني. ايوه ايوه لقدام لقدام. اه خليني اخلص شغلي الله يخليك. ولا حرف. صح النوم ابو صاف. اهلين صافي، قد ايش صاحبي؟ والله صارت شي 8:30. قد ايش اللي نايم؟ والله كنت بدي فايقك بس لقيتك غرقان بالنوم، قلت بتركك على رياحتك. رياحتي؟ هلا كون عمت لك يا ابي. بعرف بابا بعرف، حكالي سامي كل شي. على كل حال ولا يهمك، فداك ابو الصاف. عملنا فنجان قهوه، خلينا نصحصح ونقعد نحكي. روح. احلى فنجان قهوه لاحلى ابو الصاف. هي تعرفت على كل قرنه بالمحل، بدي اياك تكون ايدي وعيني ولساني هون، اي غلط بصير بتتصرف فورا وبتخبرني، وما تخاف ما تسال عن حدا، من العمال لاكبر زبون، مفهوم؟ حاضر معلم. ما تقلي معلم، قلي مسيو جوزيف. حاضر مسيو جوزيف. زيك بكره بتنزل تشتري كم بدله وكم قميص وكم اغرافي. الله يكثر خيرك يا مسيو جوزيف. ما تسترخص وتجيب من الباله، بزعل منك. ها اعوذ بالله، شو من الباله؟ غير من الصالحيه ما بجي. برافو عليك، اي شيء بصير بتحكي معي فورا باي وقت، ما تقول لي الوقت متاخر، نحن اولاد ليل ولازم نسهر مشان نحافظ على رزقنا، مفهوم؟ حاضر مسيو جوزيف. السبب انه نحن جوزناها لزلمه هي ما كان بدها اياه من الاصل. يعني انتم فكرتوا بحالكم وما فكرتوا بالمخلوقه المسكينه. لك ليش يا عمي ليش؟ لك شو زهير؟ شكل وعز وشخصيه ومركز، لك ما شو بيشكي؟
يا ابني العقل والقلب وما يهوى، البنت ما هويته، ما في اسمه له عنا، اسمه ونصيب ما في. بعدين تعال اقول لك، هو اصلا قال لك انه انا ما عاد بدي اياها، خلصنا. ما بده اياها؟ إيه لا مو صحيح، انا بكره نازل على الشام بدي اشوفه وافهم منه ليش ما بده اياها. بس يا ابني هيك بتصغرنا، مو حلوه بحقنا بلوم؟ إيه لا امي حلوه، خليه يعرف انه هو له قيمه عنا. بدي روح اعرف شو القصه امي، بدي روح. روح الله معك. ماشي خاطرك. جواد الله يخليك خليهم، والله بدير بالي عليهم مثل ما كنت تعملوا اكثر. ما بيمشي الحال جميله، هدول مسؤوليتهم كبيره، مو بس بدهم ياكلوا ويشربوا، لازم يطيروا، واذا ما طاروا بيموتوا، وانت ما خش تحمي هيك مسؤوليه. مو انا لحالي، امك بتساعدني فيهم. امك اللي فيها مكفيه. بعدين جميله مشان الله لا تزيديه علي، يعني انا اذا بعتهم بستفاد من حقهم، ممكن اصرف حقهم لبين ما بيشوا لي راتبي بالدوره. مثل ما بدك. شو عملت؟ قال لي بدي يطير اخر مره مع رفقاته. شغلتك بسيطه حجي، ما تنوهم منها ابدا، بعمليه بسيطه بتروح المشكله، بس قبل ما نحدد لها موعد لازم نعمل شويه فحوصات. انا من فتره قريبه عملت فحوصات وصور، عندي اياهم هلا، بس روح على البيت ببعث لك اياهم. ما بفيدوني حجي، لازم نعمل فحوصات جديده مشان اقدر اقدر بيتحمل جسمك البنج والعمليه ولا لا. بتوقع بيتحمل، بس خليني اتاكد. طيب وهدول امتى بدنا نعملهم؟ بكره اذا بدك، بس لازم تجي على الريق حجي لهون وبكير. طيب بكره لكان الساعة 8 الصبح بكون عندك. تمام. بس شوف دكتور، ما بدك توصاي، هذا الموضوع بدي اياه يضل سر، ما بدي حدا يعرف فيه. اكيد حجي، ولو بعرف حساسية هالموضوع، ولا يهمك، هذا الموضوع بضل بيني وبينك وبس. ان شاء الله بكره الصبح بيجي. ان شاء الله حجي، شرفت. يا رب. يا الله. شكرا، خليك. السلام عليكم. شو حجي طمني؟ ان شاء الله خير. بكره بدنا نجي الساعة 8 الصبح مشان نعمل صور وتحاليل. ايه تفضل. يا رب. هذا خلصنا حاجه بكي، ما في شيء ماله حل. بس انا اختنقت يا نادر، جلال طول الوقت خانقني، ما عاد قادره اتحمل، ما عاد قادره. قولي لي شو بدك يعني اعمل؟ وانا كمان ما بعرف شو بدي اعمل، يعني لو بعرف شو بدي اعمل كنت تصرفت من وقت ما بلش يزن وينق فوق راسي. طيب اسمعي، قولي لامك واخوكي اني جاي اشرب عندكم فنجان قهوه منيح؟ عجد نادر، قول انك ما عم تمزح. هي الشغله فيها مزح، وبتقولي لاخوكي اني عريس مهبر، يعني معي مصاري كثير. بلا غلاظه لا تحكي هيك. هدوش لا تزعلي مني، أخوكي ما بيفهم غير بهي اللغة، فمعلش إذا ما لقيتي له المعلومة. طيب وشو بدك تقول لهم؟ يعني شو بدي أحكي معهم يا روحي؟ بدي أجي أطلبك، نستنى لقدي، ونكتب الكتاب ونسافر. ماشي حبيبي، شوف شو بيصير معك وخبرني. المهم حاجة تبكي، إيه؟ حاضر حبيبي، أنت بتأمر أمر. ماشي حبيبي، باي. حلوة يعني قاسية بس عنا، وأهم شيء إنه ما فيها شخصنة، يعني قدرت تحط مشكلة أبوك كمثال من بين الأمثلة، كتير حلو. أستاذة ولك أستاذة، قاسية بس عنا ولك بحبي. منين جبت المشاكل الثانية؟ من إيميل الجريدة، لهلأ الناس بتبعت لي على الإيميل، يعني ما بيعرفوا إني تركت الجريدة. يعني مشكلة أبوك كانت لصالح هالمعترين لتذكرهم وتحكي عنها. لا لا لا، لهيك وجهة نظرك فيي؟ أساساً أنا ما في رسالة بتوصلني وبهملها، بس شو بدك أعمل يا سلالة؟ بدك نشر لهم مشاكل وأنا تارك الجريدة يعني؟ لو مانك حاسس بالذنب ما كنت انزعجت. هلا شيلنا من هالحكي، جهز ملخص للمشكلة مشان أعطيه لعبودة وينشرب. شو بقى؟ مين عبودة؟
لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.